نبدا حضره السيدات والساده، نعطيكم شويه المعطيات كمان اقتصاديه اللي كتبين بانه رغم الظرفيه الصعبيه اللي عشناها سنه 2020 تمكنا والله الحمد ان نسجلوا واحد المجموعه من المؤشرات اللي هي ايجابيه اللي بينات انه كاينه واحد القوه واحد المناعه ديال الاداء الاقتصادي والنجاعه ديال التدخلات الحكوميه، وبالخصوص فيما يخص القطاع ديال يعني ديال الصادرات والقطاع ديال 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 السياحه. سي فري كو لي زامبورطاسيون يعني طلعوا لي فالور ديالهم طلعوا بزاف خصوصا في البترول وفي القمح، يعني كانت يعني واحد الطلوع لهذا، ولكن فوز ايماجيني انه لي زيكسبورطاسيون ديالنا انه يعني ما كانتش واحد التنافسيه ديال البلاد ديالنا فين غادي نكونوا في الفقر. فالصادرات الوطنيه تجاوزت خلال الفتره ما بين يناير ونوفمبر ديال السنه الماضيه تقريبا 390 مليار ديال الدرهم، مسجله ارتفاع قدره 33% مقارنه مع 2021 اللي كانت 292 مليار. الفوسفات في هذه لي زوغمونطاسيون والمشتقات ديالو طلع ب 54%، صناعه السيارات طلعت 35%، الفلاحه والصناعه الغذائيه طلعت تقريبا بشي 18% في نوفمبر. واللي كناخذوا دابا الصادرات ديال المنتجات الغذائيه الفلاحيه والبحريه برودوي دو لا مير اي اغريكول، راكم شفتوا الكومينيكي اللي خرجوا للباح 80 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار، 20% ديال الزياده. يعني بكل صراحه زعما واحد الحمد لله الحمد لله نشكر الله، لان واحد لا ريزيليونس انه زعما في السنه اللي فيها 40 يعني زعما اسوء سنه في اللي جات في هذا 40 سنه اللي فات ديال الجفاف، وانه قدرنا يعني نخرجوا هذه الارقام فهذا شيء ايجابي.